ريت الكرامة والقدر والعزة حضر سيلهم من جمنا دفاق تغي عم على الكل البرور ززة بيه الأمل نبت بسط الأوراق يا مدرسة لجيال. هكذا تغنى الشاعر الشعبي ابن جمنا الناصر الشايب بمدينة جمنا. من واحات هذه المدينة الجميلة ومناظرها الطبيعية الفاتنة ونخيلها الذي يداعبه النسيم، من جمنا التي اشتهرت منذ قرون بكونها مزرعة للعلماء والقضاة والعدول والأئمة، نحييكم اليوم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مجددا على قناة الإعلاميين الهواة بيدوز في حلقة جديدة من برنامج لقاءات وضيف جديد. ضيفي اليوم ينحدر من أسرة عريقة في جمنا معروفة للباحث والمسترشد، منبع فضل وعلم، حفيد العلامة إبراهيم الجمني الذي أسس مدرسة بجربة، والعلامة موسى الجمني مؤسس مدرسة بمطمطة. اقتفى أثر أجداده فتجند لجمع وتحقيق ونشر تراثهم الزاخر من أمهات الكتب ومئات المخطوطات النفيسة، كأنه عالم في رأسه نار. سعيد جدا اليوم باستضافة الشيخ أستاذ التفكير الإسلامي الطيف موسى. سيدي الطيف مرحبا بك. بارك الله فيك، مرحبا بكم ومرحبا بقناة الإعلاميين الهواة بيدوز، وشكرا على هذه الاستضافة وهذه الفرصة وجزاكم الله كل خير. يعطيك الصحة، بارك الله فيك سيدي الطيف. حبيت نشكرك في البداية على قبول دعوة جمعية الإعلاميين الهواة بيدوز واستضافة أسرة البرنامج برنامج لقاءات في بيتك. مرحبا بكم سيدي الطيف. احنا عندنا سؤال تقليدي في البداية، نحب الناس مشاهدينا وخاصة الجيل الجديد يعرفوا من هو الطيف موسى، الولادة والطفولة. الطيف بن إبراهيم بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن عبد اللطيف بن أبي الحسن الجملي نسبا، المالكي مذهبا، الأشعري اعتقادا، الزيكوني منهجا، الجنيدي طريقة، العرودي هوا. الولادة كانت 9 أكتوبر 56 و900 في جمنا. دراسة في المدرسة الابتدائية بجمنا سنة 62، قبل ذلك في الخلوة جمنا عند سيدي المؤدب سيدي محمود بن قاسم رحمه الله، ولد سيدي محمد بن محمود بن قاسم. حفظنا ما تيسر من القرآن في الخلوة، ثم سنة دراسية 62-63 كانت السنة الأولى من التعليم الابتدائي، وكان ذلك فيما يسمى مكتب الجامع. مكتب الجامع هذا هو بقية المدرسة الحسينية اللي أسس الشيخ إبراهيم الجمني عام 1717. ومعلمي الأول رحمه الله توفي في هذا العام سيدي أحمد رضا الدكالي من تطاوين رحمه الله، قراني سيدي المولد الحرابي من قطعاية رحمه الله، سي العريبي عبد الله العريبي من زوية. فكرش بعض التلاميذ من التلاميذ اللي درسوا معي، محمد بن بكر القدري من قدارة من غليسيا، نصر بن عبد الله بن نصر الشايب، جملة من هؤلاء. تعليمك الابتدائي سي لطيف يظل لي على مرحلتين، في توزع على من جمنا وقبلي. لا، تعليم ابتدائي في جمنا فقط، في جمنا فقط على جزئين، المكتب الجامع هذا يقرأ حتى سنة ثالثة من تعليم ابتدائي، ثم انتقلنا للمدرسة اللي تسمى المدرسة الكبرى تو. باهي، سي زين وقتاش؟ السنة السادسة كان سنة 69. 69 نعم. باهي، تذكرش سي لطيف ربما حادثة أو واقعة في الابتدائي أو أنشودة أو محفوظات رسخت في البال من المرحلة الابتدائية؟ والله في ذلك الوقت كانت الدراسة راقية جدا، وكان المعلمين على درجة عالية، ومما علمونا يعني تعلق بالبلاد وأهلها وحبها والخصائد كثيرة. حق أنا ما استحضرش فجأتني بالسؤال هذا. ثم أو كلير دو لا لون مون أمي بيرو، فرنسية بيتو موا تا بلوم ما شاء الله اللي مورت بلي دو فو ممتاز لامور دو ديو. المراحل الاولى تاع الفرنسيه هذه. باهي سي لطيف، في قبلي ثانوي قبلي الاساتذه والتلاميذ. في قبلي درست فتره قصيره ثم انتقلت لصفاقس ثم رجعت الى قبلي. ومن مدرسي من اساتذتي سيدي العزابي رحمه الله، المنوبي العزابي، سيدي عمر بن جمعة رحمه الله في السنة الثالثة من الثانوي،
مسيو جون بروني في السنه الثالثه، سي صغير عميره رحمه الله. يعني كان سي ابراهيم بن عبد الله الخالدي. ايوه. والتلاميذ؟ التلاميذ درس معي في تلك الفتره عبد الله علي في المانيا، علي فرحات هو موجود في قبلي، محمد عبد الملك وان كان محمد عبد الملك في قابس. مجموعة كبيرة. مجموعة كبيرة. نعم. سي لطيف، نحب نعرف فكرة وناخذ فكرة على الأجواء في معهد قبلي في بداية السبعينات على مستوى العلاقة بين الإدارة والتلاميذ. ثمش كان ساعتها انفتاح الإدارة بإدارة كما ذكرت المدير إبراهيم الخالدي والقيم العام المرحوم محمد لغا. هل ثم كان انفتاح للتلاميذ، العناية بالجانب الروحي خاصة الجانب الروحي والجانب الديني للتلاميذ، حرية التدين، أم كان انغلاق وحزم؟ العلاقة كانت علاقة صارمة في تلك الفترة. كان التدين ظاهرة غريبة على المنطقة باعتبار أن التدين في ذلك الوقت كان موصوما بانتماء سياسي، وبالتالي كانت الإدارة متخوفة من هذا وتعمل جاهدة على محاصرته. رغم تكاثر العدد لم يقع إيذاء في الحقيقة، لم يقع أي تعرض للتلاميذ بالإساءة أو شيء من هذا القبيل، ولكن كانت هناك صرامة في التعامل. وكنا نصلي ونؤذن للفجر ونحضر الصلوات وننادي التلاميذ، يعني في وقت الصلاة الفقير ربي كان واحد من اخواننا في دوز، تلقينا في مناسبه جنازه، قال لهم راه انا دخلت للصلاه عن طريق الشيخ الطيب. راه كنا في السنه الثالثه من التعليم الثانوي في قاعة المراجعة، قال يدخل يقول هيا المسلمين يخرجوا. بس انا مش مسلم. مولاي كان مسجد في المعهد وكانت تصلوا في جمعة. كان مسجد المعهد ونصلي صلاة الجمعة ونصلي الصلوات الخمس. يعني نخرج من في صلاة العشاء، نخرج من قاعة المراجعة نصلي العشاء في الجماعة. ممتاز. والنشاط الثقافي سي لطيف، النشاط الثقافي الفكري في المعهد. النشاط الثقافي الفكري في المعهد كان يهيمن عليه اليساريون، وكان نادي الفكر في ذلك الوقت الذي يركز على نشر الفكر الماركسي الليني، وكانت تقام ندوات وكنا نناقش ونحاور في ذلك الوقت، وكانت تعرض أشرطة سينمائية موجهة في دار الشعب ثم حتى في المعهد. وتناقش من بينها شريط لافي او شوفي بلون يروي قصة تحول الصين 48 على يد موت سي تونغ إلى الشيوعية. ونوادي غيرها، الموسيقى، المسرح؟ لا، فيما بعد ثورت أصبحت هنا اللي كان نادي الفكر الإسلامي ونوادي أخرى كانت ناشطة أيضا، وكانت تقام محاضرات ردا على الفكر اليساري. كان سي عمر بن جمعة رحمه الله يكون يقدم محاضرات وتناقش في قاعة المطعم. وفي قابس لطيف تواصل توفر نفس النشاط، النشاط الفكري؟ قابس النشاط الفكري تواصل، وقابس مدينة كبيرة قياسا لقبلي، وكان تقع محاضرات وندوات حتى يؤتى بشخصيات عالمية مثل الجراح الفرنسي موريس بوكاي صاحب كتاب لو كورون لا ديبي ديراسيونس اللي جاء الى قاعه دار الثقافه، واخرجنا نحن في البكالوريا في ذلك الوقت ليلا والقى علينا محاضره وبين سبب اسلامه في ذلك الوقت. في قابس لطيف انا شعبه اخترتها؟ شعبه الاداب. شعبه الاداب مشيت. احنا ما كنا بلي شعبه الاداب لان قرينا في قبلي حتى السنه السادسه اول فوج درس التعليم المرحله الثانيه وفوج نحن كانت رابع اداب واحد رابع اداب اثنين. والبكالوريا كانت في قابس. بالنسبه لقابس بعض الاساتذه والتلاميذ؟ بعض الاساتذه في قابس كان سي عثمان الزموري الاسلاميه، كان استاذ العربيه سي ناجح، كان استاذ الفلسفه سي عبد الحميد الخضيري من حامه. والتلاميذ طبعا تلاميذ الجهه مع قابس الجهه ومن غير الجهه لانه المعهد مختلط. كيف ثماش حادثه وقع رسخت في الذاكره بالنسبه الى قابس؟ كان عندنا تحركات تلمذيه كبيره جدا، وكنا نحتج على الاطعمه وعلى غير ذلك، فكانت لاول مره يدخل قوات النظام العام للمعهد بسبب احتجاجاتنا، وتوقف المعهد وجيء بحافلات وكل مجموعه رحلت في حافله خاصه. كان تحرك كبير جدا. الاجواء هذه، الاجواء التلمذيه في قابس، مطالبه بمكاسب التلمذيه معنا؟ لا، هي مكاسب مطالبه بمطالب تلمذيه، ولكن تاخذ الصبغه السياسيه باعتبار انها اراد البعض توظيفها سواء كان من خارج المعهد ممن يريدون ان يكون هناك اشعاع للاسلاميين او من اليساريين الذين ارادوا ان يورطوا الاسلاميين.
لأن وقعت محاولات حتى التكسير وغير ذلك ولكن تصدينا لها. هذا وقت الطيف هذه 75 76؟ لا 77 77 البكالوريا وقتاش؟ البكالوريا جوان 78 جوان 78 به. من البكالوريا من قبل استحق بالجامعة الزيتونية كلية قبل ذلك أنا في الاختيار الأول اللي أعطوه لي هو الهندسة المدنية في صفاقس ودرست انظر الأمر غريب جدا مفارقات المفارقات العجيبة درست حوالي شهر في صفاقس الهندسة المدنية ورسلت وزارة التربية في ذلك الوقت وزارة التعليم العالي مطالبا بتغيير الشعبة بالنسبة إلي وهددت في مراسلتي أني سأنقطع عن التعليم وأنني أريد التوجه إلى كلية الشريعة وأصول الدين وكانت تلبية الوزارة سريعة ووجهت إلى كلية الشريعة وأصول الدين. ممتاز. التحقت في نفس العام أيضا بال التحقت في نفس العام ولكن وجهت إلى شعبة التوثيق اللي هي شعبة قصيرة ثم طلبت بالالتحاق بشعبة الإجازة فمكنت من ذلك. هذه كلية الشريعة اختيار. اختيار لا اختيار أساسي اختيار اختيار أساسي رغبة و... لا رغبة أساسية باعتبار الانتماء العلمي والموروث الذي أحمله فأردت أن أواصل هذه المسيرة. بعض الأساتذة الجامعيين من الأساتذة الجامعيين سيدي محمد كمال الدين جعيط رحمه الله المفتي الأسبق سيدي محمد شيرذي النيفر رحمه الله سيدي محمد حبيب الخوجة رحمه الله سيدي محمد دخوة رحمه الله سيدي محمد بن إبراهيم رحمه الله سيدي محمد بولاشفان رحمه حفظه الله وكان معلم في جمنا في الخمسينات محمد بولاشفان مستوين وجملة من رموز رموز شيوخ أي لا لا شيوخ الزيتونة حق اللي درسنا عندهم رضي الله عنهم محمد حبيب الخوجة كان مفتي أي وكذلك جعيط جعيط به طيف الأجواء في الجامعة في كلية الشريعة أهم الأحداث الطلابية نهاية السبعينات بداية الثمانينات كيفاش كانت الأجواء في الجامعة؟ تميزت تلك الفترة بحياة صدامية بين الإسلاميين واليساريين والقوميين وهذا الصدام كان صداما شرسا سالت فيه الدماء وكان الوضع خطير جدا باعتبار أن هناك تهييجا إيديولوجيا سواء من الإسلاميين أو من اليساريين وهذا التهييج هو الذي أضر بالجامعة في تلك الفترة ولكن مع ذلك كان هناك عمل نضالي رغم التصادم رغم ما وقع كان هناك عمل نضالي وإلى يوم الناس هذا لا أزال أحتفظ بصداقات من يساريين تصادمنا معهم وكانوا يحترمون. كان في بداية ساعتها ولا لقيته سابق؟ لا هو سابق بدا من 76 تقريبا هو التصادم هذا بدا من 76 بروز الإسلاميين في الجامعة. وكان تدخلات أمنية دخل الأمن. التدخلات الأمنية لم تكن مباشرة كانوا يراقبون يراقبون وإنما كانت محاولات الأمن القبض على الرموز كانت ملاحقة كانوا يطاردوننا في الشوارع ويلاحقوننا. تعرضت لطيف مضايقات تبعات هذه في الجامعة؟ في الجامعة عديد المرات أذكر منها مناسبة كنت أدرس عند سيدي محمد كمال الدين جعيط في مادة أصول الفقه وقدم أحد إخواني هو أستاذ في الجامعة المدير معهد في الجامعة الزيتونية وطلب من الأستاذ جعيط أن يخرج شخص الطيف قلت لماذا؟ قال لي راهو حاجتنا بيك فكنت أظن نفس حلقة نقاش أو اجتماع قلت من يتكلم فليتكلم قال لي لا راهو طالبينك جماعة وسيارة وقت الأميويت الداخلية تنتظرني في الباب فوقع إخراجي وخذيت سيارة تاكسي في ذلك الوقت خرجت الحمام الأنف هذه مرة من مرات راهو مرات عديدة صحيح يجرني الحديث سي لطيف هنا سيرتك بنشأة حركة التجاه الإسلامي وعلاقتك بها في تلك الفترة. علاقتي بالحركة كانت علاقة تأسيسية على اعتبار أني منذ صغري قد نشأت في بيت علم ودين وتربيت على طريقة آبائي وأجدادي اللي هي طريقة علمية طريقة فيها تصوف ونشأت تلك النشأة فواكبت الحركة منذ بدايتها فكانت مشاركتي تأسيسية وأذكر في السنة الثالثة من التعليم الثانوي وكنت مشترك في دار الشعب في المكتبة لفت انتباهي كتاب الإسلام وشباب قريش فلخصت منه محاضرة ألقيتها في المعهد وانخرطت من ذلك الحين في العمل الدعوي وكنت ألقي كلمات في الساحة في المعهد إلى أن تطور الأمر إلى أن أصبحت ضمن تنظيم الجماعة الإسلامية في تلك الفترة في تلك الفترة فترة مبكرة كانت تسمى الجماعة الإسلامية مش الاتجاه الإسلامي الجماعة الإسلامية باعتبار أنها جزء من تنظيم الدولي للإخوان المسلمين وكان أمير الحركة في تونس يسمى أميرا نحن نبايع الأمير هنا والأمير نبايع في مصر مرتبطة بالاتجاه الإسلامي أم منفصلة؟ الاتجاه الإسلامي لاحق فيما بعد اسم الاتجاه الإسلامي هو بدأ في الجامعة
يعني لأن بدأت تظهر عدة ظواهر. كانت الجماعة الإسلامية تنظيم مغلق منضبط، جميع أفراده ملتزمون بفكره. تعلمنا على الطريقة الإخوانية وكتب الإخوان المسلمين، سيد قطب رحمه الله، محمد قطب رحمه الله، محمد فرغلي، فتحي يكن، إلى غير ذلك من هؤلاء الجهابذة، سعيد حوى رحمه الله. وظهرت ما سمي في ذلك الفترة باليسار الإسلامي، فظهر اسم الاتجاه الإسلامي لكي يكون اتجاها وليس اتجاها واحدا، فتعدت الرؤى. شكون رموز اليسار الإسلامي؟ اليسار الإسلامي كان سي حميد النيفر حفظه الله، دكتور حميد النيفر، كان صلاح الدين جوشي معاه، كان مجموعة 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 حسين رمزان. والاتجاه الإسلامي ظهر من بعد، الاتجاه الإسلامي قلت لك تسمية ظهرت في الجامعة ثم أخذت هذا المسار. وبرزت أساسا حزب حركة الاتجاه الإسلامي في 6 جوان 81 عندما اكتشف تنظيم الحركة بإلقاء القبض على بن عيسى الدمني وصالح كركر رحمه الله يوم 5 ديسمبر 80. بالنسبة لك أنت بقيت على اتصال بجماعة؟ لا لا، أنا لا، الاتجاه الإسلامي وصل، الجماعة الإسلامية وصلت الاتجاه الإسلامي، وصل. الجماعة هي نفسها لكن اسم فقط، اسم فقط تغير. من هم أبرز رموز الحركة في وقت هذاك الوقت هذاك في بداية الاتجاه الإسلامية والأهداف الرئيسية للحركة في البداية؟ أبرز رموزي في تلك الفترة كان الشيخ راشد غنوشي، الشيخ عبد الفتاح مورو، صالح كركر، السي حميد النيفر، عبد الفتاح مورو ذكرت السي عبد الفتاح مورو، سي صاحب مجلة المعرفة عبد القادر السلامة رحمه الله. كان الغاية والهدف هو إحياء الدعوة الإسلامية والفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية في البلاد، لأنه طغى الجانب العلماني اللائكي على البلاد التي كانت زيتونية. سي الطيف، في تلك الفترة اخترت المنفى قصرا، لماذا؟ لم أختر المنفى، وإنما أنا وقعت مضايقتي منذ أن كنت تلميذا، لأني كنت في السنة السادسة من التعليم الثانوي في قبلي بيات، وآتي يوم الجمعة يعني ألقي درس على منبر الجمعة، السنة السادسة ثانوي، ثالث ثانوي تو ما شاء الله، ألقي درس لمدة 4 سنوات. وصادف في سنة 79 وأنا سنة أولى في الجامعة أن اختلفنا في عيد الفطر، نحن نعتمد الرؤية وقتها نتبعه في السعودية حسب الإذاعة، أيه. فكانت كان عيد الفطر يوم الخميس والافطار الرسمي يوم الجمعة، فلأول مرة تقع الاستوديو نتصور حتى في الجهة كاملة، أخذت مجموعة من الشباب إلى زيارة عندنا اسمها تم داي، وصليت بهم العيد في الزيارة، فهذا كان أثار دهشة عظيمة، واستدعيت في تلك الفترة من طرف معتمد المنطقة، ثم لما وقع الإشكال ألقيت درس بعدها مباشرة، يعني لأن الإمام عاب على هذا الفعل، فألقيت درس بينت فيها أن الأصل في الاعتماد هو الرؤية والاستئناس بالحساب، وحلت على المحاكمة ولم أكن أدري ذلك. يوم 27 ديسمبر 79 وقعت محاكمتي في قبلي بتهمة عقد اجتماع بدون رخصة، هو درس في الجامعة يعني، واتهامي بتكفير بورقيبة إلى غير ذلك. لكن الحق رئيس المركز حفظه الله أو رحمه الله العربي باز من جهة الشرق يعرف أهلنا في تحقيقه نفى هذه الصفة، ولكن الجماعة لم يرضهم فعدوها الجابس. في جوان 80 يأتي استدعاء للمحكمة في جابس، فكلمت الشيخ راشد في ذلك الوقت الشيخ الفتاح، فطلب مني أن أعلم الشيخ خالد الغنوشي، والشيخ راشد كان محامي وتولى القضية، ومن ذلك الحين عرفت المسألة وأصحابي، وتبين مجموعة عندي ملف كامل فيه جماعة بعد الحلف والإنذار طبق الفصل كذا، يشهد بين الطيف موسى من الإخوانجية المتطرفين كذا كذا كذا، وحكمة المحكمة بعد عدم سماع الدعوة. بعد تالي في السنة 81 وقع اكتشاف تنظيم الحركة يوم 5 ديسمبر 80 في حقيبة فيها الوثائق للحركة كلها عند بن عيسى الدمني وصالح كركر رحمه الله. وطبعا لذلك وقعت المتابعة والتحقيقات. يوم 17 جويلية 81 بدأت الاعتقالات، أنا خرجت يوم 30 جوان، وما كانش الإعلامية والملاحقة المشددة كما الآن، فخرجت يوم 30 جوان بالباخرة. 17 جويلية وقعت الاعتقالات، يوم 4 سبتمبر صدرت الأحكام، فأصدر ضدي حكم بأربع سنوات ضمن محاكمة قيادة حركة الاتجاه الإسلامي. ومنذ ذلك الحين أخذت طلبت اللجوء السياسي في باريس. في باريس وصلت دراسة؟
في باريس سجلت بجامعة السوربون الإجازة في الفلسفة الإسلامية بحث عند مسيو تيي ميثود دو كريتيك شيء ابن رشد سولون لو تهافت تهافت وأنجزت البحث. ممتاز. جيت تخليك الإجازة في الفلسفة الإسلامية. وقتاش العودة؟ العودة كانت في أواخر 84 يعني من 81 و82 إقامة في باريس ثم 82 83 84 اللي قام في بروكسل كنت ادرس التربيه الاسلاميه في المعاهد البلجيكيه انا وزوجتي عن طريق المعهد المركز الاسلامي والثقافي البلجيكي. كيف رجعت يتش الحكم مضايقات؟ لما رجعت كان الرجوع اثر اتفاق بين الحركه ونظام بوساطه ما بين الوساطه هذه تولاها فيها الاستاذ عبد الفتاح مورو كان وزير الوظيفه العموميه في ذلك الوقت نسيتها شو اسمه في عهد بورقيبة مازل شقير. ثم عن طريق سي عبد القادر السلامة وسي محمد مزاري رحمه الله واتفقوا على عودة المهجرين وإخراج المساجين من الحركة. يوم 2 أوت 84 أخرجوا المساجين من السجن جلبوهم برجلهم إلى السجن المدني في تونس وفي تلك المناسبة ولد ابني يعني هو في الترتيب الثاني موسى في بروكسل في بوث 84 ما شاء الله. رجعت اخذنا شهاده من المحكمه في يعني عدم تنفيذ العقوبه البدنيه هذه وتواصلت الجلسات حتى سقط الحكم. طلبت تعيين؟ التعيين الامر هو لله الامر من قبل ومن بعد. زوجتي ما كان معناتها رغم اللي هي بنت الحركه الاسلاميه ومن المبايعات الاوائل في الحركه الا انها لم تحاكم. وبالنسبه اليه بحكم اني صدر ضدي حكم هي مشيت معها لمصدر كان عندهم لقاء بيداغوجي والمتفقد سي صادق بالحاج سالته مازالش ثم شغور قال لي راهو ثم شغور في كرتاج الرئاسه وفي مقرين. انا طلبت ولايه الجنوب وقت كان يطلبوا حتى من السنه الثانيه وحتى من يعطوا. فيوم الاربعاء كذا نوفمبر قدمت مطلب لوزاره الداخليه حوالي 5:30 تقريبا يوم السبت يجيني بقيه من الاداره الجهويه في قبس. طيب الالتحاق بالتعليم فسميت يوم 4 ديسمبر ويوم 6 ديسمبر بشرت. وين بشرت اول مباشرة؟ بشرت اول مباشرة في المعهد الثانوي المختلط بقابس. قابس. لقيت فيه البكالوريوس. لقيت فيه البكالوريوس. جيت اول تعيين. 21 يوم ثم نقلت للجمنة. الجمنة. قداش بقيت في جمنة؟ جمنة 32 عام. 32 عام بقيت في التقاعد، وقتاش تقاعد؟ تقاعد في 2016. في اثناء العمل تعرضتش لمضايقات، تتبعات خلال العمل؟ ما نوعها؟ المضايقات كثيرة. دائما ثم مراقبة رغم أني لا صلة لي بتنظيم حركة النهضة لم أنتمي لحركة النهضة إطلاقا أنا أنتمائي للجماعة الإسلامية والاتجاه الإسلامي لكن وقعت الملاحقة ومؤامرات كيدية واستدعائي لمنطقة الحرس في سنة 90 تقريبا أو 92 لكن لم أحاكم بين الحين والحين يقع إيقافي في الطريق في نتنقل حيثما ذهبت الجهة من الجهات تقريبا هذا إلى تعطيل مثل جواز سفر قمت منه لم أمكن من جواز سفر إلا بعد سقوط بن علي بفترة طويلة وتشكيات من طرفي إلى غير ذلك حتى ممكن جواز سفر ولكن لم أستطع استعماله لأنه قالوا لي تستعمله بشيء حوله. إلى الآن سلطيف لم تنتمي للنهضة؟ لا 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 حزب حركة النهضة لم أنتمي إليه إطلاقا ولا أعمل ضمن كوادري. اختيار؟ لا اختيار هو أنا سلكت أنا في باريس سنة 82 وفي بروكسل 384 قررت عدم الانضمام او الانتماء الى اي حزب سياسي ولا ان اعمل ضمن اي تيار سياسي وقررت التفرغ للعلم والدعوه. ممتاز. سي لطيف كيفاش كانت علاقتك بابرز رموز العمل الدعوي في قبلي في نفزاوة وصيلتك بالمشايخ الشيخ الجليدي عمرو بن جمعه بشير البليداوي بشير يعقوب بشير جمل؟ الشيخ الجليدي الشيخ محمد الجليدي رحمه الله لا أعرفه حقيقة مباشرة أما سيدي عمر بن جمعة كانت علاقتي به علاقة الشيخ بتلميذه أو مريده فكنت له مريدا من 73 إلى أن توفاه الأجل في 2008 وقد أفادني رحمه الله كثيرا. الشيخ البشير جمل كذلك نلتقي رحمه الله وكان علما من الأعلام. الشيخ البشير يعقوب كيف كان صديقا عزيزا ورجلا محترما وكنا نتعاون في الدعوة. الشيخ البشير بن محمود البليداوي كان أستاذي في التعليم الثانوي وكنت أستفيد منه في جانب القراءات وما عدا ذلك الرجل كان ينتمي سياسيا وأنا كنت أنفر من هذا. بشير يعقوب؟
قلت لك البشير يعقوب كان عزيزا علي وصديقا اعز الاصدقاء ونتعاون في الدعوه. الله يرحمه البشير جمل حادثه وقتل شبيهه بوقع لك في العيد. أيه. صلى كان امام في جامع المحجوب، امام خطيب. أيه. صلى صلاه العيد كما ذكرت انت فعزل. الله يرحمه. به سي البشير سي لطيف، ماذا تقول في العلاقه بين الديني والسياسي؟ هو لا يمكن ان نقول الديني والسياسي باعتبار ان السياسه والدين لا ينفصلان، من حيث ان الاسلام حاكم على نفوس الناس وسلوكاتها من خلال شرع الله تعالى. لكن المشكل اين يقع؟ في ان نقول ان الدين يجب ان يكون وحده دعما لله لله وما لقيصر لقيصر، او ان نقول ان الدين يوظف سياسيا، فهذان الأمران خاطئان، وإنما نجعل الدين هو حياتنا وهو النظام الذي يوجهنا في سلوكاتنا وأخلاقنا ومعاملاتنا وعقائدنا ونظام حكمنا وفي كل شيء، حين نكون فاهمين لهذا ملتزمين به لا أن نفرضه على الناس فرضا. وبالتالي الدولة في الإسلام في تقديري هي دولة مدنية، وإن كانت تحكم بالشريعة، لأن الإنسان هو مدني بطبعه، لكن الله تعالى هو الحاكم في عباده باعتبار أنه قد أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وشرع للناس أحكاما وقيما وأخلاقا ونظما، من التزم بها فاز وأفلح، ومن خالف عنها خاب وخسر، ولا يمكن أن نجبر الناس على شيء من ذلك. سلطيف، ما هي مخاطر استعمال الدين في السياسة؟ نكبة وكارثة على المسلمين وعلى الإنسانية كلها. فأن يوظف الدين سياسيا هو تبغيض للناس في الدين، اعتبار الدين هو ملك مشاع للجميع. الدين هو دين الله لخلقه جميعا. إن الدين عند الله الإسلام. صح. وبالتالي إذا وظفناه أصبحنا نحمل عنوان وكأن الآخرين لا ينتمون إلى الإسلام، وهذا أكبر خطأ. الخطأ وخطر. العلاقة بين الديني والدعوي والسياسي سلطيف، كيف نضمن استقلالية، كيف نضمن استقلالية على الأحزاب؟ ليس فقط كيف نضمن، بل إن الواجب شرعا أن يكون العمل الدعوي مستقلا عن الانتماء الحزبي. وفي تقديري إن من يحمل عنوان الدعوة الإسلام ويحمل معه العنوان الانتماء السياسي فإن في هذا خطرا كبيرا، وفي هذا تنفيرا للناس من الإسلام، لأن العمل السياسي ليعمل، والسياسة فيها من يصيب وفيها من يخطئ، فيها الطيب وفيها الخبيث وإن كان كثر خبيثها. وأنا أقول إن السياسة يوم في الطهر وقرون في النجاسة. سي الطيف، من خلال خلاصة تجربتك في تدريس التربية الإسلامية والتفكير الإسلامي لأكثر من 30 سنة كما أشرت، ما رأيك اليوم في منزلة المادة، مادة التربية الإسلامية والتفكير الإسلامي؟ هل لها أثر في تكوين التلاميذ وصقل مواهبهم ومعرفتهم دينهم؟ للأسف الشديد مادة التربية الإسلامية هي مادة مهددة منذ دولة الاستقلال، لأنهم أرادوا أن يوجدوا مجتمعاً ممسوخا لا صلة له بالدين، وأرادوا حتى حذف المادة تماما، ولكن هناك ضغط في ذلك الوقت من قبل شيوخ وعلماء كان لهم دور في هذا الأمر فأقرت المادة، لكن همشت المادة. الكتب المدرسية التي تقدم تساير ما يريد النظام العالمي من ترسيخ للفكر والثقافة التي تصادم الإسلام ولا توافقه، وبالتالي الأجيال السابقة كانت تجتهد في إعطاء مضمون للتربية الإسلامية، في ترسيخ القيم الإسلامية، في بعث الأمل في الروح الإسلامية. أما الأجيال الأخيرة حتى من المربين للأسف الشديد يخافون على أنفسهم من متفقدين، في تقديري أن كثيرا منهم لا يشعر بأنه يؤدي رسالة، يعني ليس اتهاما ولا شيء، لأنه يعني هو موظف، وما أخذوه في الجامعة يعطونه لتلاميذه، وهذا خطر كبير ياسر. وبالتالي والأجيال يعني حتى وإن اجتهد المربي في التربية الإسلامية، وكثيرون من زملائنا وزميلاتنا التربية الإسلامية يعني على غاية من الفهم والحرص وسلامة الفكرة، ولكنهم يتصدمون مع واقع لأن التلميذ لا يتلقى عنهم فقط، يتلقى من وسائط أخرى.